عشان كده كضيف لابد من انك انت تحترم اقتصاديات الدول المضيفة لك دي لحد ما تنجلي الازمة بتاعت الحرب دي. طيب الخيار اللي قدامنا نحن واحد من اثنين، اذا انت حليت ببلد وعايز تقيم فيها او عايز تقوم بنشاطات تجارية، اذا كنت في مصر، اذا كنت في السعودية، اذا كنت في هونولولو، ايا كانت الدولة، خليك اديب. والادب بيجي من وين؟ بيجي من انك مضر بالاقتصاد، مضر بالصياغة العامة للمجتمع وطبيعة المجتمع. احنا عندنا عادات وتقاليد، لكن اذا تداخلت سلبا مع المجتمع المضيف هنا بتبقى مشكلة. انت لما كنا في السودان زمان ومقيمين في بلدنا وكده، فكان الجاليات الوافدة من الخارج يقوموا بنشاطاتهم. لما يقوموا بنشاطاتهم نحن بيكون عندنا ساي في حتة انه يا اخي والله يا اخي مثلا الاسيويين او الاكس واي زد بيقوموا بنشاطات، قصة يكفلوا الشارع وقصة يقوموا بتقاليد وعادات ومن بابليك بطريقة معينة. فكان بذكر انه كنيسة بتاعت شارع واحد او نمرة اثنين بتاعت الاسيويين، فكان بيكفلوا الشارع تماما وكان بيقوموا بعمل ثقافي وديني وطقوسهم بيمارسوها في المساحة دي بدون ما تحس. يعني اقرب الناس لهم كان معهد الامل بتاع الصوم وكده. فكان المدرسة دي بتباشر نشاطها بكل اريحية بدون ما تتداخل الجالية الاسيوية والجاليات الاجنبية اللي بتجي الكنيسة دي. دي الحتة بتاعت انك انت لما تكون غريب تكون مهذب، تكون مهذب بمعنى انك انت تقدر انه انت غريب وانه انت مرحب بك في المربع بتاع انك انت بتحترم المكان، بتحترم الاقتصاد بتاع البلد دي. اذروايز انت هتتعرض لإساءات كبيرة جدا. طيب مصير المهاجر انه يعود، هجر قسريا او هجر بفعل الحرب او هجر بفعل ضغوطات امنية او عسكرية او فعل قتال في بلدك، كويس مصيره يعود. مربع العودة ده هو الخيار الاول والاوحد والافضل للشعب السوداني، انه يرجع لبلد امن مستقر بيحترم الإنسان فيه والآخر، بيحترم كل طرف فيه اختلاف أخوه أو أخته من القبيلة الأخرى. كلنا نشتغل مع بعض بطريقة غير مركزية. يعني أنا ممكن أجي من أقصى شرق البلاد أو أقصى غرب البلاد عشان أقرأ في المركز، وأجي من أقصى غرب البلاد عشان أعالج أو اخد حق من حقوقي الطبيعية كمواطن مسؤولة من الدولة السودانية بموجب الجنسية والمواطنة والهوية بتاعتي. طيب اذا انا ما لقيت الحقوق بتاعتي دي بيبقى انا هتبهدل، هضطر اسافر اميال عشان اخد حق اصيل. الحق الاصيل ده ممكن يكون تعليم جيد، صحة، مياه غير ملوثة، امان، نزوح من الحرب، نزوح داخلي. احنا بنتذكر انه كان في حرب الجنوب دي من بداية الستينات وانت ماشي كان اخواننا الجنوبيين بيجوا الخرطوم ويشتغلوا وبيمتهنوا مهن مضطرين غصبا عنهم انه يشتغلوها. ما في امة بتقوم تلقى نفسك انك انت غسال ولا مكوي ولا بتشتغل مهن هامشية وما موفر لك جامعات وسبل تعليم، يعني تعليم لائق يطلع أجيال متعلمة تعليم كويس تقدر تسافر برا وتحضر وتقدر تتحدث بلغة العالم اليوم تكنولوجيكالي انك you can speak the same language. الحياة دي لما ما تلقاها بفعل الحرب بعد جيل جيلين انت هتتدهور في التعليم،
في العمل، في الاستقرار بتاعك، في التصنيف بتاعك كأمة. هتبقى بعد شوية تصنف كشغال، كخدامين في خدم يعني لا تحتاج لشهادات أو لا تحتاج لدرجة من التعليم. تصنيفك الائتماني زي ما بيقولوا بينزل grade C D E F بفعل الحرب. خياراتنا كشعب سوداني إنه نرجع ونختار الحل الأفضل، نرجع نتصالح مع بعض، نتوحد، لأنه الخيار الثاني الهوان والإذلال والتيه في الأرض. وما في إنسان حيستحملك 4-5-6-10 مليون سوداني مهاجرين في 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 دول متعددة. نرجع ونقول إنه ما لينا غير بلدنا، نرجع نعمر بلدنا، نرتضي الآخر، نتصالح. ما في شيء بيمنع إنه نحن نتصالح، لأنه نحن مصلحتنا في التكامل فيما بيننا بين بعض. المال العام اللي بيتم به الحرب الآن في السودان، الخيارات الثانية لأنه يصرف في التنمية، يصرف في الوعي، يصرف في التعليم، يصرف في الصحة. إذا بقى عندنا مجمعات سكنية مزودة بكهرباء، مزودة بموية، مزودة بغاز طبيعي، مزودة بإنترنت، مزودة بمشافي ودور تعليم ودور عبادة، حاجات دي ما بتكلف كتير مقارنة بالتكلفة بتاعت الحرب. الكيان الصهيوني بيحارب في الفلسطينيين في حرب، اليوم بتاعه بيكلف 250 مليون دولار في اليوم. حاجة 10 يوم ممكن يعمل مجمع سكني على أعلى مستوى يسكن أكثر من 10,000 أسرة، حياة كريمة فور لايف مدى الحياة. تخيل إنك أنت وقفت حرب 10 يوم، عملت بالتكلفة بتاعتها دي أعلى مستوى من المجمعات السكنية. طيب نرجع للخرطوم ومدرمان والسودان. تكلفة الحرب بتاعتنا في السودان بتقدر بكم 50-40 مليون دولار في اليوم. ده التوريدات للقطاعات الحربية، لأنه أنت عندك مشكلة الطرفين يعتبروا أنه سودانيين، يعني أنت ما غزو أجنبي، ده هي في مرتزقة أو أي حاجة، لكن الرأس المدور القصة دي يعتبر نائب رئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس السيادة مشاكل مع نائب حرب مدورة قضت على الأخضر واليابس. بيصرف الاثنين من وين؟ بيصرف من الموارد السودانية التي وضع عليها اليد، وبينفذ ممكن يكون في أجندة داخلية أو خارجية في النهاية عشان يقدر يغطي التكاليف الحاصلة دي. طيب الخيار الثاني شنو؟ الخيار الثاني إنه يكون في جماعات بتاع الضغط من السكان السودانيين الأصليين يتمتعوا بالحكمة والعقل، إنه يا أخي نحن اخترنا أن نعود ونبني السودان مع بعض بدون فريس. الجاي حبابه ما في عدو، في صليح، المصلحة العامة اللي بتربطنا نحن نعمر السودان. مطلقة واحدة في الهواء ما تضرب، في عقد ما تضرب. خيار ده خيار جميل. طيب نعمل 5 مدن مركزية في كل بقعة من بقاع السودان، شرقا غربا شمال جنوب وسط، الاتجاهات الأربعة والمركز. نبدأ نعمل نماذج بتاعت مدن جديدة ونوجه فيها كل الموارد بتاعتنا على أساس إنه دي تكون مدن نموذجية تبقى دوبليكيتد. لكن القانون والدستور بتاعي يقول شنو؟ إنه كرامة إنسان السودان أولا، وبعد ذاك نرجع لحتة بتاعت برلمان يدير كل أصوات الاختلاف السوداني تحت قبة البرلمان. نحن 500 وحاجة قبيلة، القبلية دي لو مشت فينا أكتر من كده هتنتهي مننا. نرجع السودان نتصالح جميعا ونرتضي دستورا واحدا يجمع اختلافاتنا ويجمع شعثنا ده كله تحت مظلة بتاعت قبة برلمان واحدة، بدل ما نتحارب بالسلاح نتحارب بالتصويت، بالانتخاب، بالسهولة الشرعية بتاعت البرلمان، وبيبقى صوتنا مسموع هنا.